نصب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الولائي لولاية بطنة، وذلك تحت إشراف السيد سمير حدوسي رئيس هيئة وطنية على مستوى الرابطة. المكتب الوطني السيد علي الفماري أعلن رسميا تنصيب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية بطنة برئاسة الأستاذة نادية بارا، راجيا من المولى عز وجل ان يعينهم في اداء مهامهم الشريفه وسدد خطاهم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، تحيا الجزائر. بادئ البدء نشكر جميع المحاضرين في هذا التنصيب المكتب الولائي للرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان. هذا مولود جديد في ولاية بطنة، نتمنى من الجميع أن يحتضنه ويعاه. المولود هذا راح يخدم المجتمع الباطني والمجتمع الجزائري ككل. الحفل كان بحضور محامين وأساتذة في القانون وكذا فرقة من مؤسسة البراءة المبدعة. للإشارة فإن المكتب الولائي للرابطة الوطنية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تترأسه المحامية نادية بارا. ونبارك هذا المشعل الجديد على مستوى ولاية بطنة المتمثل في المكتب الولائي لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي نرجو من الله عز وجل أن يكون ثمرة حقيقية إنسانية تخدم المجتمع الباطني على جميع الأصعدة الاقتصادية السياسية الثقافية التعليمية العلمية. وفي الأخير أتقدم لكم بفخر والاحترام. قمنا اليوم نيابة عن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سيد علي خماري بتنصيب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية بطنة برئاسة الأستاذة بارا نادية، وأتمنى أن يعينهم الله على أداء مهامهم الشريفة ووفقهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد. كما سبق وان حضرتم معنا تنصيب الهيكل مكتبنا على مستوى ولاية بطنة، اكيد بطنة كغيرها من الولايات الاخرى على مستوى القطر الجزائري تفتقر الى مثل هذه المنظمات، وان المواطنين يعانيوا من التهميش في حقوقهم على مستوى هذه الولايه. وكي نقولوا مواطن هو عباره من الطفل الصغير الى غير الشيخ، لانه من اهداف المنظمه تاعنا اللي هي منظمه انسانيه في الاصل سياسيه اقتصاديه اجتماعيه تتكفل بجميع فئات المجتمع، من الفئه العمريه الطفل الشباب ثم الشيوخ. ايضا فيما يخص ايضا فئه الطفوله لابد من وضع برامج تتماشى وأهداف المنظمة الوطنية لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة بكل الفئات نتاعهم، أيضا الطلبة الجامعيين.